أهلا بكم مشاهدينا الكرام، وهذه الحلقة الجديدة من برنامجكم الأسبوعي بيت القصيد، هذه المرة إلى ليبيا، ليبيا العزيزة بأبنائها، ليبيا التي تحب إخوتها العرب أينما كانوا وحيثما حلوا. ليبيا القصيدة العزيزة، ليبيا حسن السوس الذي قال يوما: يا أهل بنغازي ويا بنغازي، من ذا يكافئ فعلكم ويجازي؟ بعض المدائن أهلها وفعالهم في القلب يشبه مثقب الخراز، لكن أهلك في الجراح بلاسم وطرازهم في الناس. أي طرازي؟ إني أحبك مؤسرا أو معسرا، وأعز أهلك أيما إعزازي. ضيفنا هنا في الاستوديو الشاعر الليبي الجميل حمزة الحاسي، أهلا بك حمزة في بيت القصيد. أهلا وسهلا بك أخي وصديقي الشاعر الرائع مصطفى مطر، سعيد جدا بهذه الاستضافة، وسعيد جدا بكوني هنا على قناة الرافدين العراق التي نحمل لها من الحب داخل القلب ما نحمل والله. والعراق كذلك يحمل لليبيا وكل إخوة الجراح العربية، يحمل لهم أيضا الحب في كل يوم وفي كل ساعة وفي كل حين. حمزة، قبل الشعر سؤال ربما تصنفه تفجيريا أو ناريا، ما الغاية من الشعر في نفس حمزة الحاسي؟ ما الذي يريده؟ لماذا تكتب؟ ولأقول ما في داخلي من صدق، هذا هو الشعر بالنسبة لحمزة الحاسي، ولربما العديد من الشعراء أيضا، قل الحقيقة، قل من أنت من الداخل، هذا هو الشعر، هل يكتب الشعر ويترجم على ورق؟ نعم. في زمن القتل، في زمن الدخان، في زمن المواجع، في زمن الأوبئة، هل الشعر ممكن أن يكون بابا من أبواب النجاة؟ كن منطقيا لا مثاليا. لن أجيب إجابة مثالية على الإطلاق، ولكن دعني أقول لك أن في هذا المخاض الذي تمر به الأمة عاصفة، سواء من أوبئة أو من حروب، الشعر هو بلسم لهذه الجراح. نعم، قارب نجاة. نعم، لكل الناس أم فقط لمريديه ومحبيه وذواقيه؟ نعم، لذواقيه ومريديه ومحبيه، ولربما ينقص بعض الساسة أيضا لما لا يعجبهم الحديث عنه. أنتم الشعراء نزقون، تتحدثون بلغة تصعبونها على العامة، لماذا يا حمزة؟ أم أن من يرى مثل هذه الرؤية يتجنى عليكم؟ حقيقة أخي مصطفى، لكي أكون أكثر تجلي ووضوح، لو قسمنا الشعر إلى لغة أو لغة عميقة، أنا عن نفسي أحب أن أتحدث باللغة البسيطة التي تسهل على المتلقي، تصل إلى العدد الأكبر، الشريحة الأكبر. نعم، من الناس. ولكن هناك من يصعبون اللغة، وهناك من يقعرونها، وهناك من يستعرضون. نعم، اللغة من باب أن التخصص يريد أن يري الناس أنه متخصص في هذه، ولكن أقول لك أن اللغة هي اللغة البسيطة. نعم، يقال أن البساطة هي نصف الجمال. إذن الشعر مثل البضاعة المعروضة في الأسواق، قد تجد صنفا ما، تجد منه أشكالا مختلفة، ولكنها كلها من ذات الصنف. نعم، نعم، هذا وارد، هذا هو. إلى أولى القصائد التي تود أن تشنف أذاننا وأسماعنا وتطربنا بها يا حمزة، تفضل اقرأ علينا ما تجد به قريحتك. علي سأبدأ من اقرأ ذاك المسمى ما تحب، اقرأ ما تحب. نعم، براحتك، تفضل. ذاك المسمى وطن، علمونا أن الحب في لون الشفاه لا في القلوب، علمونا أن طهرنا عهر وعهرنا طهر، علمونا أن الشيخ الجليل لا ينام في المسجد بل في حضن الوزير، وعلى أيديهم تعلمنا تبديل القناع وكيف نسل الشوك من الخيط الحرير، وأن ذاك المحتال المشرد لم يعد فقير، فقد تغلغل كالمرض حد المفاصل، وأن قطاع الطرق أكلوا الحديد والنحاس والتراب فلا تبت يداكم، علمونا أن شيخ العشيرة يرتدي ثوب المقاتل، وأشرس أبناء العمومة قائدا للمحاور، وأن أبشعهم جهلا
ينعم بالحصانة في السفارات والقناصم. يا الله. رأيت صعاليك قوم ينادون بالخلافة، وآخرون ابتلعوا نخلات تاور الشامخات، واغتصوا في لم الشتات، وأمي التي رتلت على يديها، وأمي التي رتلت على يديها الإخلاص والناس والفلق، لا تعرف الساسة ولا تحفظ شعري ولا فوح السنابل، ولكنها تعرف القاتل، فهل نجد خبزا لأولادنا أيها الفاعل؟ نعود إلى عصر الظلام والتخلف والنجاسة، في ذاك المسمى وطن بنينا أسواق النخاسة، زخرفنا أسماء العبيد، جهلنا الأجداد الأوائل، فلا الأقصى عاد يعنينا، ولا المسجد الأموي، ولا سيف الوليد، نسجنا جريمة التاريخ بأيدينا، فها تبت يدانا. نسجنا جريمة التاريخ بأيدينا، فها تبت يدانا، ولم ندرك أن الحضارة إنسان، وأن التراب وطن، وبنينا فوق محنتنا ناطورا من المحن. وبنينا فوق محنتنا ناطورا من المحن. ربما يقودنا هذا إلى سؤال مختلف، هل حال ليبيا اليوم يرضيك؟ وإلى أي مدى ترى أن هذا الحال ربما يتحسن قريبا؟ دعني أتحدث من ناحية أنني دائما متفائل، رغم الحرب، رغم الدمار، رغم النزوح، رغم كل شيء. من باب التفاؤل أتمنى لبلدي ليبيا السلام، وأتمنى إلى الأمة العربية والإسلامية السلام، وإلى العالم بأسره السلام. ولكن من يصنع السلام يا أستاذ مصطفى؟ من يصنع السلام؟ من يوجد بداخله سلام؟ الآن الخلافات السياسية سواء كان في بلدي ليبيا أو على مستوى الساحة العربية تمر بمخاض رهيب، ومخاض يأتي ثقل هذا المخاض على المواطن، على كاهل المواطن، المواطن الذي أصبح في الطوابير كل يوم، وكأن ثقافة الطوابير تأصلت في 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 معيشته اليومية. الآن يشتكي الكهرباء، يشتكي الوقود، يشتكي مادة الدقيق ورغيف الخبز. يا الله. الآن من هم في المخيمات سواء كان في سوريا أو في العراق أو في ليبيا؟ أو والله أشياء. ربما يقول قائل يا حمزة أنتم من جلب على أنفسكم هذا، ماذا تقول له؟ أقول له أن هو الله عز وجل قدر لهذه الثورة أن تتفجر في وقتها وتاريخها، 17 من فبراير. نعم، أقصد 17 من فبراير. ولكن كان من الأجدر ومن المفترض أن تكون الثورة على أساس باقي الثورات، خاصة أنا أتحدث عن الثورتين الجارتين تونس ومصر. ولكن ما أخر نجاح الثورة الليبية، ثورة 17 فبراير، هو الانقسام، وهو تقاسم الكعكة. الكل يريد، الغرب يريد، والكل يريد نصيبه من هذه البقعة الجغرافية من ليبيا، من موقع ومن ثروات ومن. ولكن الليبيين، لتعلم أنت صديقي مصطفى ويعلم الجميع، كمواطنين شعب طيب، شعب مطاء، شعب يحب السلام، ولكن قدر له أن يجلد بسياط التدخلات الخارجية التي أرهقت كاهل المواطن. أحسنت يا حمزة. خذنا إلى قصيدة جديدة الآن، لعلها تكون قصيدة بشارة بعيدا عن هذا الجو الممتلئ وجعا وغما وحزنا على وطن لابد أنه سيعود مشرقا قريبا. إلى القصيدة الجديدة، تفضل اقرأ ما تحب. كوني أنثى أذوب في شبق الفؤاد حلاوة، تأسرني سحابة متكئة على ظفر قمر، ويكسرني غياب الندى. كوني عتيقة كالسرايا، كوني المرايا والهدايا، كلما
مر صوت المآذن فيك كلما لاح السلام. كلما مر صوت المآذن فيك كلما لاح السلام وغفت يماما. كلما حط قطر المطر على جدران المدينة القديمة، كلما تنازلت غيمة عن كحلها وتعرت أمام خيط أبيض أو أسود عند أول تغريدة طير من كل فجر وتألت. كلما شهقت روحي باسمك سأذكرك قصيدة، كلما شهقت روحي باسمك سأذكرك قصيدة. كوني أنثى ثورة حضارة عاصمة أو حتى شمسا، كوني أنثى كي أدمنك، فالحضارة أنثى والأنثى حضارة. كوني الشرق والغرب، كوني الشرارة. تمهل شاعر السلطان بشعرك، اقبل رثائي فيك محض ملامة، رتل على صدى السياط قصيدة شعرا ونثرا صدرا وعجزا، وانفعل واسمع أنين الجوع في عمق الطفولة يا ابن الحرب المفتعل. يا الله، قد لا أصلح للشعر مثلكم ولا للعشق حتى، وصار بوسعكم أن تسقطوا أشياء من ذاكرة الوطن، وأن تذلوا أرملة، وأن تغرسوا خنجر في صدر إقحوانة مبتلة. سأكتب على وجه السماء حروف قصيدتي عبثا، تحاولون نقش بسمة في وجه مدينة محتلة. وأن تغرسوا خنجرا في صدر إقحوانة مبتلة. الله. سأكتب على وجه السماء حروف قصيدتي عبثا، تحاولون نقش بسمة في وجه مدينة محتلة. لا الشعر يبقى ولا حال يدوم، وعند وجه الله تجتمع الخصوم. وعند الله تجتمع الخصوم. أحسنت يا حمزة. هذا الحس الغاضب الذي يسيطر عليك، لماذا هو دائما حاضر بقصائد حمزة الحاسي؟ هو محاولة ما أو دائما الشاعر يستمد أفكاره ومعاناته وتجربته الخاصة من خلال البيئة ومن خلال الوضع في نعم. في 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 المحيط. فأنا أكتب وكأني أكتب على لسان الناس، نعم. أكون أقرب، هكذا أجد نفسي أقرب، هكذا أكثر طبيعة، تشعر بحقيقتك، تشعر بجوهرك، تشعر بمضمونك الذي خلقت ووجدت لأجله، أن تنتمي إلى شريحة البسطاء والعامة من الناس. هل ظل في ليبيا بسطاء يا حمزة؟ نعم، الكثير من البسطاء، والكثير من عشاق الوطن، والكثير من دعاة السلام، والكثير من دعاة المحبة. جرحاهم جدا جرحى وجدا. كلمنا عن جراحهم، صف لي هذا الجرح بما يمكن أن تجيه. الله يا أستاذ مصطفى، هو جرح عميق. المواطن الليبي موجود في فترات ما بعد الثورة من 2011 إلى هذه الفترة، مر بالكثير من الحروب، ولا زال متشبث بجدران بيته، لا زال يرمم أسقف، يرممون أسقف المنازل، ولا زالوا مستبتين على تلك الأرض. هذا عشقهم وحبهم للوطن. ليس فقط حينما قالها درويش في باريس، على هذه الأرض ما يستحق، أو على هذه الأرض ما يستحق الحياة. نعم. ربما كان في العبارة إحالة إلى كل جراحاتنا العربية، فكل بلادنا تستحق الحياة. صح. ماذا تقول في فكرة الحياة التي يستحقها كل عربي حر؟ الإنسان خلق ليكون أولا حرا طليقا، يعبر ما بداخله، يذهب و
إلى البلد الذي يحب ويزور تلك البلد ويمر على تلك البلد دون قيود ودون من أنت ومن أين جئت وما سبب مجيئك إلى هنا وما هي مؤهلاتك وما وهذه الأسئلة وهذه التأشيرات التي أرهقتنا كثيرا. أنا عندما أتيت إلى هنا إسطنبول تحدثت معك وأقول لك ما هو الموعد لأحاول أن أنجز موضوع التأشيرة. فبالتالي المواطن العربي بصفة عامة لا يشعر بحالة استقرار رغم حبي لهذا يا البلد الله. إطلاقا. إن عشت فعش حرا أو مت كالأشجار وقوفا كما قالها نعم. قائلها يا حمزة نعم. وماذا تقول أنت؟ قل ما تشاء ولا تغب عن ناظري ففداك ذلي في الهوى وهواني. يا سلام. هذه للشاعر القروي الراحل سليم خوري. سليم خوري يقول فيها: ألقيت في سمع الحبيب كليمة جرحت عواطفه وما أقساني. الله. قطع الحديث وراح يمسح جفنه فوددت لو أجزى بقطع لساني. أوف. وأتى وعانقني وقال: معذبي ما كان لي جلد على الهجران. قل ما تشاء ولا تغب عن ناظري ففداك ذلي في الهوى وهواني. الله. ويقال إنه مات وأوصى أن تقرأ عليه الفاتحة وأن يوضع الصليب والشاهد على قبره. هو مسيحي وكتب في حب النبي صلى الله عليه وسلم قصيدة مطولة. قال قصيدة مطولة لا أذكرها لكن سأحاول أن أستذكرها في إطار هذه الحلقة. ماذا قال حمزة الحاسي في حب وطنه، في حب من يحب، في الحب بشكل عام؟ اقرأ علينا تفضل يا حمزة. ربما سأنتقل إلى بيئة ومناخ ثاني مختلف قليلا، مكان أجد فيه نفسي كثيرا. نعم. إلى روح: خلخالك معجزة، هذا المساء معتق بك، وهذا الليل كله يتساقط من كحل عينيك بريقا شهيقا، وأنا في طريقي إليك سرقت رحيق مسامك حلما، فلا أنا صدقت حلمي ولا عاد الرحيق. الله الله عليك. أخبريني عما تبقى مني فيك. جميل. وعن تنهيدة في جوف شتاء أو حكاية صاخبة عن نمش ظهرك المختال، وبوسعك ألا تخبريني أنهال من سماء دهشتي عشقا لشامتين في كتف اللقاء، فلا تحرميني دعيني أصلي فروضي فيك وسنة الهائمين قبل ودعاء مغترب لقاء. الله. وجنان خلدك ألا تفيقي، أنت يا مولاتي صرت بعيدة قريبة، ولزال خلخالك معجزة ترددها شفاهي كلما دعوت الله لقياك، ولا زال الليل ينقشك قصيدة. الله. فاذكريني ولو بتنهيدة واحدة أو لا تذكريني. الله. فوالله من جنون عشقك ولذة الذاكرة أهديك كون موسيقى، أهديك كون موسيقى، أهديك كون موسيقى. وما أجمله من كون يا حمزة. أنا استذكرت أبيات الشاعر سليم الخوري ولافظ ضفوك طبعا على هذه القصيدة المرنة العذبة الرائعة التي يتقطر ندى الربيع من جنباتها. يعني أستحضر أبيات سليم الخوري لأن لها ما بعدها من حيث السؤال. هذا سليم الخوري بالمناسبة مسيحي وكان من مؤسسي الرابطة القلمية التي نشأت في بلاد المهجر، وقال: عيد البرية عيد المولد النبوي، في المشرقين له والمغربين دوي، يا قوم هذا مسيحي يذكركم لا يحرس الشرق إلا حبنا الأخوي، إذا رأيتم رسول الله تكرمة فأبلغوه سلام الشاعر القروي. الله. هو شاعر القروي كان هذا لقبه.
فكرة أن النبي محمد صلى الله عليه وسلم جاء للناس كافة، يعززها شاعر مسيحي في أبياته. لماذا فقدنا في زماننا هذه الفطرة، هذا السلام، هذا الود، هذه المعايشة؟ لماذا كل ما نجده اليوم هو محاولة بالقدح والذم والشتم كما حصل مؤخرا على لسان أحد الوزراء في الهند؟ لماذا كل هذه الأحقاد التي تزيد الضغينة ولا تصنع سلاما؟ تذكرت شيء في إطار هذا الحديث عن الشاعر الرائع القروي. تذكرت رسالة نيلسون مانديلا، وهي الرسالة الأخيرة قبل مماته وهو في فراش الموت. عنوان الرسالة أعتقد أنها موجودة على جوجل، تقول: رسالة إلى أخوتي في الربيع العربي. يتحدث نيلسون مانديلا عن أن الشعوب الثائرة التي انتفضت ومرت بحروب، ولابد من وضع سلام بعدها ومصالحة حقيقية وطنية لكي تلتئم الجراح وتكون. ثم استشهد بحديث رسول صلى الله عليه وسلم، قال: وكما قال نبيكم الكريم: اذهبوا فأنتم طلقاء. ففكرة أن التعصب نحو ديانة، أو أنا لا أرى أنها في مصلحة دولة معينة تصب مثلا، فبالتالي أي دولة ينشأ فيها الصراع الديني هي تعيش حالة من التوتر على مدى سنوات وسنوات بعيدة. وهكذا قال لنا التاريخ، يعني من أكبر الصراعات التي حدثت في تاريخ الوطن العربي وغيره هي الصراعات الدينية التي لا أجد لها مبررا. فبالعودة إلى هذا الشأن، أقول لك أن السلام سواء في جميع الديانات هو موجود وهو موصى به، ولا بد أن يتم تفعيله حقيقة وليس خيالا ومجازا. وتحيته الإسلام، تحية الإسلام السلام. نعم، إذن الإسلام نادى بالسلام، ولكنه يأبى سلام الدنيا، وإنما سلام الشخصية القوية، سلام العزة، سلام التمكين، لا سلام المهانة والاستكانة. نعم، والذل. نعم، سنواصل شعرا ونثرا وحديثا ممتدا معك يا حمزة، لكن بعد فاصل قصير أعزائنا المشاهدين نخرج إلى فاصل ومن ثم نواصل، ابقوا معنا لا تذهبوا بعيدا. مشاهدين الكرام، ننوه لحضراتكم أن تردد قناة الرافدين الفضائية هو 10727 الاستقطاب أفقي على مدار القمر نايل سات. حياكم الله أعزائنا المشاهدين، وأهلا وسهلا بكم يا عمار بيت القصيد. حيا الله مشاهدينا الكرام، معنا هنا في الاستوديو الشاعر الليبي المميز حقا حمزة الحاسي. كلمنا يا حمزة عن درنة، وأنت منها. درنة أين تقع؟ عادات أهلها؟ بعض ما يميزها. درنة تقع تقريبا في أقصى الشرق الليبي، يمدها تبسط ذراعيها بين جبال وأودية وأيضا حوض البحر الأبيض المتوسط. درنا عرفت على مدى التاريخ بمدينة الثقافة والمسرح. أول عرض مسرحي كان في مدينة درنا سنة 1938. ما شاء الله، درنا سباقة في مجال الشعر و يعني تقريبا المسرح. منذ أن أدخل مارون النقاش المسرح للبنان والمنطقة العربية، نعم، كان هناك عرض مسرحي في كان هناك درنة. عرض مسرحي في بداية تشكل فن المسرح في العالم. نعم، متكامل الأركان، كانت لوحة خشبة وإضاءة وستار وجمهور أيضا. نعم، فبالتالي تاريخ مدينتي، أنا أتحدث عن مدينة درنا بحكم سؤالك، هي سباقة في مجال الإبداع بصفة عامة، لديها باع طويل في المسرح وفي الشعر وفي الثقافة بصفة عامة، وحتى أن صنفت على مدى سنوات بعيدة مدينة الثقافة في ليبيا. يعني هذا ربما موضوع المسرح وأنها مدينة قبيلة من قبل زمن المملكة السنوسية. نعم، من قبل الأسرة السنوسية. نعم،
ما شاء الله. مدينة درنا أيضا بها هي بسيطة وبها الجداول والسواني البسيطة وسط المدينة، وهو ما يميزها أيضا، فيها النخيل ومطلة على البحر كما قلت لك سلفا. في ميزة أخرى في مدينة درنا، يكاد في البيت لا يخلو من آلة العود أو من آلة موسيقية، ما شاء الله. وبلد الاختلاف والتنوع، شعب الذواق. نعم، وهي حقيقة مدينة الاختلاف والتنوع، يعني يوجد بها كل شيء في مدينة درنا، من ناحية من ناحية أفكار وأيضا، لكن حالها مستقر نوعا ما. الآن حالها مستقر أمنيا بعض الشيء، يعني الحمد لله رب العالمين. طالها من الوجع ما طالها. طالها من الوجع ما طالها. وكان بالمناسبة هناك في مكان اسمه المدينة القديمة في مدينة درنا، تحديدا البياصة الحمراء. هذا المكان هو متسع وتفتح فيه الكثير من المقاهي، وهذا هو كان هو ملتقى الفنانين والمبدعين والكتاب والأدباء والمسرحيين، كل من يحمل إبداع يأتي إلى هذا المكان اللي هو البياصة الحمراء، وكانوا يتبادلون الأفكار، ونعمل أيضا أمسيات فيها أستاذ مصطفى. وكان وأنا على الصعيد الشخصي كانت الانطلاقة الفعلية من هناك، من 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 البياصة الحمراء من مدينة درنا. طيب يا حمزة، في ظل سطوة وهيمنة السياسة والسلاح وأحيانا الاحتكام إلى صوت الرصاص والبارود في يعني دول عربية مختلفة، تهدأ أحيانا، تثور أحيانا، تضطرب أحيانا إلى آخره. طبعا نحن نتمنى السلامة والاستقرار لكل دولنا العربية قاطبة، لكن في ظل كل هذه الظروف الصعبة، كيف للكلمة أن تخمد فوهة بندقية؟ كيف يمكن للكلمة أن تفعل ذلك؟ دعنا من المجازيات، هل يمكن للكلمة أن تخمد فوهة البندقية؟ إذا كان يمكن واجهني وقل لي يمكن، لا بأس، تفضل. أنا صعيد شخصي لا يمكن، مستحيل. حينما ترتفع أصوات الحكمة، خاصة أنا أتحدث ليس الشعراء والكتاب والأدباء، ولكن أتحدث عن الجانب الثاني في الدول التي بها شيء من القبيلة أو العشيرة أو يعني جسم ثاني مؤثر، هنا ممكن تتعالى أصوات لتخمد شيئا بسيطا، ولكن تبقى ما في رأس السياسة، يبقى في رأس السياسة ما في رأس. والشاعر ألا يمكن أن يغير؟ هو ألا يمكن أن يعبر؟ ألا يمكن أن يثور الجماهير؟ ألا يمكن أن يأخذ بأيديهم؟ نعم، هي الكلمة بصفة عامة، الكلمة وخاصة أن تأتي من شاعر، فهي كلمة لابد أن تكون مؤثرة، هذا ما عهدناه عبر التاريخ، والشاعر يغير حقيقة. ولكن أنا أرعى الساحة العربية أن حضور الشعر دائما، وإن جاء في هذه الأمور يأتي وكأنه على خجل، ليس مثل ما فعل درويش وسميح القاسم. ومن لماذا يأتي على خجل؟ يعني أنت ذكرت الخجل يا حمزة. نعم. يأتي النص الشعري على خجل إذا ما أراد أن يعبر عن جراحات هذه الأمة، عن أحزانها، عن أحداثها اليومية. طرحه وليس النص. الطرح. النص وليس النص. الطارح النص. أم المطروح؟ الطارح. يعني أنا لما أكتب القصيدة عن الوطن وعن جراح الوطن، وأحاول أن أخاطب بها الناس، هي حقيقة من الداخل، ولكن عندما أقف أمام الناس ممكن 10% يستوعب ويحس، والباقي يرى بأنه مجرد شعر. هل السبب لأن الشاعر لا يجد من يأخذ بيده فيقدمه إلى الناس، يجعله رمزا، يجعله قدوة، يجعله أسوة، بحيث إذا ما جاء الوقت المناسب للشعر حتى يؤثر بهذه الجماهير ويقول لهم لا تفعلوا كذا واحذروا من كذا وافعلوا كذا، يقتدون به حينها إذا كان قدوة، إذا كان مشهورا، إذا كان مقدما ومعروفا؟ نعم. هل هناك فعلا مشروع لتغييب المثقفين كي لا يؤثروا على الجمهور؟ طبعا شاهدناه. طبعا دعني أتحدث عن التجربة الليبية. تفضل. شاهدنا كثيرا غيب الأدب بصفة عامة والمثقفين بصفة عامة، غيبوا عن المشهد. ما نراه من صراعات سياسية، يأتون إلى مؤتمرات، يذهبون هنا وهنا في كل بلدان العالم وحتى أوروبا، ولا يرافقهم أحد مثقفين، ولا يتم حتى مشاورتهم في أمور تخص الشأن السياسي الليبي. ولكن لا نقول إلا ما يرضي الله عز وجل، أتمنى السلام لهذا البلد الذي عانى ويلات الحروب، وعانى
عانى الأمرين من حرب ومن إهانات ومن كل شيء. اللهم آمين. اللهم نرجو السلامة لليبيا والعراق وكل أوطاننا العربية التي تستحق واقعا أفضل. يعني ننتهز فرصة وجودك معنا هنا وأنت شاعر ليبي حمزة وتكلمنا عن بعض المبادرات الثقافية التي تستحق أن يشار إليها بالبنان وأن يكون لها مساحة في مثل هذه الحلقات الثقافية. كلمنا عن بعض التجارب الناشئة أو الناجحة في عموم ليبيا. نعم. والتي تستحق نعم. الإشادة. نعم، هناك مثلا في الشرق، نبدأ من مدينة درنة، هناك أمسيات يقدمها مكتب الثقافة، وعلى هامش دائما الأمسيات ما يأتي معرض فن تشكيلي أو ندوات أو كذا. نأتي إلى مدينة بنغازي وهي ثاني أكبر مدن ليبية، تشهد حراكا ثقافيا جميلا ورائع جدا. مثلا مركز وهبي البوري، كل يوم هناك نشاط، كل أسبوع هناك نشاط على مستوى المجالات، يصنعون أشياء جميلة ورائعة. أنا في نظري دون أي دعم، دون أي مساعدة من الدولة، هؤلاء يتنادون بأصواتهم الخاصة ثم يبرمجوا ويعملوا برنامج معين وينشروه على صفحة الفيسبوك، وتأتي ثاني يوم تتصفح تلقى من أجمل الأمسيات ومن أجمل المعارض التشكيلية. جميل. نأتي بعد ذلك إلى العاصمة طرابلس التي هي تعتبر أكثر زخما ثقافيا. طرابلس في بيت اسكندر وفي بعض الأماكن الخاصة، دعني أقول لك، لمن لهم علاقة بالثقافة ويحبون الإبداع، ينشئون في مهرجانات مصغرة، وأيضا هناك أمسيات وندوات في مكتب ليبيا. لديكم مؤسسات مغربية. ثقافية. نعم، مؤسسات ثقافية. أنا عن نفسي أحب جدا ما تقوم به مؤسسة سيكلما من مدينة مصراتة. سيكلما نعم. نعم. مؤسسة سيكلما أعتقد تأسست سنة 2011 أو 2012 لا أذكر، ولكن ما قامت به هذه المؤسسة تعجز مؤسسات الدولة عن فعلها حقيقة، من مسابقات ومن ندوات تثقيفية وفي أنشطة واسعة مستمرة ومتعددة ومجدولة ولها خطة. والجميل طبعا رغم كل الاختلاف الذي حصل سياسيا أقصد، ولكن تأتي سكلمة في 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 تأتي وكأنها هي الجامعة، يأتوها شعراء من الشرق ومن الغرب ومن الجنوب. صراحة أثني كثيرا على جهود مؤسسيها وعلى رسم الشاعر كما لو أنها زهرة الربيع التي تخرج منتصرة. نعم. رغم أنف الخريف إلى قصيدة جديدة الآن يا حمزة. بالإشارة إلى قصيدة جديدة أيضا أستاذ مصطفى، كنا نتحدث عن مدينة درنة ونتحدث عن ذلك المكان، المدينة القديمة. نعم. وعن البياصة الحمراء التي سويت بالأرض للأسف بعد الحرب. القصيدة تقول: كأنها المدينة عندما تكتشف عطرا في القصيدة تفوح السنابل، وعندما تلقيها تغازلك المدينة، لست قديمة بحجم تلك الذكريات وشوشات مثقفيك وأسوارك المحفورة بقطر المطر، لأنك الشعر أبوح إليك حتى أحلامي البريئة لا تكتفي بهذا الحنين المشرد. أنا الليلة لن أكون على عتبات مقاهيك ولا نوافيرك الصغيرة ولا عند الوكالة، سألملم من صوت الرصاص إيقاع انتظار، الأزقة منسية لم تكن منسية، كانت هنا واختفت وراء أصوات القنابل والجنازل والمدفعية، دماء الجنود المنسية، نعم منسية، خلف أصحاب الكراسي والفخامة والمعالي. كل يوم أكتبك وطن في جوازي ويسرقك الغزاة، يا الله، فكيف لي أن أعشقك؟ كل يوم أكتبك وطنا في جوازي ويسرقك الغزاة، فكيف لي أن أعشقك دون ما أشعر بشروق شمسك المزعوم؟ يا قباب العتيق، يا رائحة الركام، خبئيني
وراء ليلك الفاضح بالخيانات والمؤامرات وبيع الذمم. يا سرة المدينة، يا واهبة الشعر والكتابة، كلما عدت إليك يستوقفني وهم للكبر تجاعيد مثل الجبال والأشجار والبشر، وعند شلالك دوي انفجار يئن بالصدى. هنا صرخت وحدي لأكتب جملة أقوى من صوت الحروب، أعظم من التاريخ، أهدأ من لذة القبل. حي على السلام، حي على السلام. الله. هنا صرخت في المدى وفي حنجرة ألف وطن وفي خافقي ألف حلم. هنا عرفت نفسي من أنا، عرفت نفسي من أنا. هنا عرفت نفسي من أنا، وأرجو لي كل حر مثقف أن يعرف واجبه تجاه وطنه تماما كما عرفت يا حمزة، وأن يستعملك ولا يستبدلك أنت وكثيرون من أبناء جيلك المخلصين لترابهم الليبي المؤمنين بفكرة وحدة التراب، كامل التراب لا التقسيم والتجزئة. حمزة الحاسي، إذا ما أردنا أن نتحدث الآن عن فكرة الشعر ومستقبل القصيدة من أجل قصيدة لم تأتي بعد، رسالة إليها، ماذا تقول؟ قصيدة متمنعة، خطبها الآن. أقول لها كوني صادقة واحملي جراح كل الناس لا استثناء، وأن ترى الله في الوطن. الشعر أمامك متجسد فرضا، وقال لك ماذا تريد مني يا حمزة؟ أريد سلاما فقط. ما الذي تتوقع أن الشعر يريده منك بالمقابل؟ لا أعرف حقيقة، ولكن حاول أن تفترض إجابة يريدك أن تكون شجاعا أو تمتلك الشجاعة الكافية لتجيبه عليها أو لتقولها. ما الذي يريده منك الشعر يا حمزة؟ في ظل وجود الكثير من الشعراء، الكثير من المثقفين، وفي ظل للأسف هذه الفوضى التي تعج بها وسائل التواصل الاجتماعي، صحيح، لابد أن هناك ضوءا ما ترى أن الشعر يقودك إليه. هذا الضوء يمثل هداية نحو شيء، إلى شيء. ترى ما هو هذا الشيء الذي تبحث عنه؟ دائما ما تبحث عن، الكل يبحث عن الكمال، ولكن قبلها هو السلام الداخلي الحقيقي الذي يبحث عنه الإنسان. السلام الداخلي الحقيقي. نعم. سلام الأوطان. يا سلام. وأوطان السلام. سلام الأوطان أمنية. أما أوطان السلام فهي غائبة. نعم. وهذه الأمنية الغائبة كيف لها أن تعود؟ ما المطلوب منا حتى تعود هذه الأمنية وتتحقق على الأرض؟ المطلوب بكل مصداقية وبكل واقعية. تفضل، وهي رسالة إلى الليبيين أيضا. أن نقول ما بحناجرنا جميعا، وأن نهتف ونقول وأن نواجه، نلامس ونلامس التغيير، وأن نكون طرف في التغيير حقيقة. أتمنى أن نكون طرف في التغيير. التغيير يا أستاذ مصطفى يحتاج إلى رجولة كاملة. يحتاج إلى رجولة كاملة، والقصيدة كذلك تحتاج إلى رجولة. من يستطيع أن يقنع الناس بنفسه روحا ووجدانا. صحيح. قبل الفكر والبيان. نعم. القصيدة تحتاج رجولة، ربما يغضب منك بعضهن إلى القصيدة. تفضل. أنا أعتمد كثيرا على الذاكرة، أتمنى أن تنصفني في هذا اللقاء معك أستاذ مصطفى. ستنصفك حتما. نعم. تفضل، اقرأ ما تحب. لا شيء يشبهك، شتات عنيد، حروف مبحثرة، وحب يسرق كل يوم مكانا من تضاريس الاختلاف، سلالا تفوح قربا، وتعب رشيق في مخيلتي، مثل ماذا أعتقد أن لا شيء يشبهك. لا انكسار الأجسام في الماء، ولا الحروف التي علمتني، ولا نشوة اللقاء، ولا حتى الكمال يعرفني. دعيني أكتب قبلة المستحيل في خضرة العين وعلى رمشها وما بين الخد وبين، سأكتبها
سأحميها من سيل العاشقين وعلى وجه الليل تنام الأمنيات. أيتها القصيدة والأنيقة والأميرة، سأجمع حروف العاشقين من حولي، سأناديك بصوت الحب كي يسمع الواهمون بأنك الصوت في صدري، وأنك موعدي الآتي، وأن الربيع يا عمري يعرفك ويخشاك. علميني، علميني كيف أشتاق، وكيف تخاف الأرض هجر المطر، ومن أي ريح يلقح الوجد. خذيني بين أهداب عينيك، خذيني كروح ملاك، خذي القصيدة أو مزقيها، فليس لي فيها سواك، فليس لي فيها سواك. قال أحدهم حينما أمر الخليفة ببناء قصر له على نهر دجلة، لفظ فوك يا حمزة أكيد طبعا، بعدما ألقى في حضرة الخليفة أبياتا ظن أنه يمدحه فيها من حيث هجاه، نعم، فقال لهم دعوه دعوه، إنما هو أثر البيئة، ابن له قصرا على نهر دجلة وأتوني به بعد أشهر. بعد أشهر قال له أنشدني، فقال عيون المها بين الرصافة والجسر، جلبنا الهوى من حيث أدري ولا أدري. السؤال هنا، كيف لبيئة فيها من الاضطراب ما فيها كليبيا يخرج منها شاعر مثل حمزة الحاسة ويقول هذه الألفاظ الندية الرقيقة الممتلئة بالرهافة والحس العطري؟ ترى ما السبب؟ أم أن أثر البيئة غائب عن تجربتك، أم أنك أنت من يتعمد تغييبه؟ ربما من أتعمد تغييبه. لو تحدثنا عن حرب وعن صوت القذائف، لا ننسى تلك الأصوات الجميلة، أصوات القبل وعناق الأحب أو من نحب. طبعا هذه كيمياء موجودة في بيت واحد، تحت سقف واحد، في نفس الشارع، في نفس الحي، كلها موجودة، هذه الأحاسيس كلها موجودة في مكان واحد. وبالتالي عندما أتحدث عن حرب أو أتحدث عن أصوات القنابل والمدافع، لابد أن يكون هناك صوت حبيبة أو صوت طفل أو صوت أو شيء من الرهافة هناك. فهذه الألفاظ عادة هو الشعور الداخلي الحقيقي، فأكتبه كما هو بدون أي صناعة. رسالة إلى صديق دون أن تذكر اسمه، لكنه سيعرف أن الرسالة موجهة له فيما خفي بين سطور الكلام. ماذا تقول لذلك صديق دون أن تذكر اسمه ولا تلميح؟ وذا هو يعرف نفسه بنفسه، رسالتك من أجله؟ نعم، تفضل. أقول له أنا هنا كما شجعتني، كما صرخت في الشتاءات وقلت لي في الليالي حلق يا حمزة، حلق يا حمزة، أقول لك أنا على العهد، وأقول لك رحمة الله عليك، وأنا في اشتياق إليك. تعيش يا حمزة رسالة من أجل ليبيا حتى تعود على صورتها التي ترضي كل أبنائها وكل من يحبهم وتحبهم أيضا. من أجل ليبيا كلمة، تفضل. ليبيا التي عرفت على مدى تاريخها الحاضر والبعيد، ليبيا بلد السلام، نادت بالسلام رغم كل ما حدث فيها، ليبيا رغم هذه الظروف العصيبة التي تمر بها، إلا أنها أستطيع أن أقول لك وأختصر لك أنها باستطاعتها تصدير السلام الله إلى الدول المجاورة وإلى كل دول العالم. ليبيا لن تكف عن السلام، ليبيا دائما ما تصرخ بالسلام، وليبيا ستكون حاضرة في مصاف الدول، وستكون شاهدة بتاريخها وحاضرها أيضا. ليبيا لن تموت أخي مصطفى. على الختام يكون شعرا، ولكن هل أقصى عليك إن طلبت أن يكون ختاما ليبيا؟ ها ليبيا، اقرأ ما تحب في كل الأحوال لا بأس، لكن إن كان هناك شيء عن ليبيا فأكيد سيكون الختام أجمل بمثل هذه الأبيات أو القصيدة. ما رأيك أن أذهب بك إلى بيئة أخرى مختلفة تماما، إلى بي وبالسادة المشاهدين إلى حيث تحب، إلى حيث اللهجة الليبية العامية؟ خذنا إليها، ولكن بعد ذلك ربما نحتاج إلى ترجمة.
لا بأس، هي كلمات مفهومة صدقني. تفضل. نعم، ما زلت مالي كونك، ما زلت مالي كونك، وما زلت عايش في قرار عيونك، وما زال قلبي يحترف بشواقة، وعيني تسيل بدمعها حراقة، وما زال جرحي من فراقي سطر، وما زلت تخضر في الغلا وتخطر، يا حلم عمري يا ربي عيامي، يا شوق يخفق في ضلوعي وكامي، ما زلت وافي كيف أهدك الأول، ما زلت شاقي بالغلا ونعول، أنت الوفا والحب واسمى معانيهن، أنت الوفا والحب واسمى معانيهن، وانت الونس والظل ومرسى أمانيهن. الله، أنت الوفا والحب واسمى معانيهن. وانت انت الوفا والحب واسمى معانيهن، وانت الونس والظل ومرسى أمانيهن، لغيرك تمنى خاطري، لما لنقصان حنيني، عظيم، لنظرة ملت عيني، لحظن صادق في الغلا يدفيني. الله. ولفت غير عيونك، ولفت غير عيونك، وصرحت خيالي في هواك ولونك، ما زلت مالي كونك، وما زلت عايش في قرار عيونك، ما زلت عايش في قرار عيونك. ظلت هذه المحبوبة، هذه الأرض، هذه الأم، نعم، سمها ما شئت، ظلت في عيونك حية، وكذلك ستبقى دائما. يا حمزة، في ختام هذه الحلقة رسالة من أجل ليبيا والليبيين، إليهم ماذا تقول؟ رسالة محب شفوق غيور، نعم، آمل بالمستقبل الأفضل. نقول لهم نحن لا نؤمن إلا برسائل السلام، ندع الحروب عودوا والخلافات على جانب، ولنبني هذه الدولة التي تستحق منا العناء والبناء وأيضا التطوير. ليبيا فيها من الكفاءات ما فيها، وجديرة بأن تكون في مصاف الدول. حقا كلامك مؤثر يا حمزة، وشعرك كذلك فيه من الندى ما فيه. وصلنا إلى ختام هذه الحلقة، ماذا تقول في ختامها؟ أقول شكرا أستاذي شاعري المرهف الرائع مصطفى مطر، يا صديق. شكرا على هذه الاستضافة التي لربما يتعرف علينا الجمهور العربي أكثر، ونتعرف عليه نحن أكثر. شكرا إلى قناة الرافدين الداعمة دائما للإبداع، والداعمة دائما، وشكرا على هذه الاستضافة، وأتمنى لكم كل الخير وموفقين في هذه القناة، وأتمنى لكم السلامة أيضا. شكرا لك يا حمزة. شكرا. مشاهدينا الكرام، بهذا نصل وإياكم إلى ختام هذه الحلقة من برنامجكم الأسبوع بيت القصيد. الأسبوع المقبل بحول الله وقوته يتجدد لقاؤنا وإياكم رفقة شاعر آخر، فحتى ذلك الحين لكم مني أطيب التمنيات، دائما كونوا في أمان الله، إلى اللقاء.